دقات على المحلات وقالوا لنا هاد البياسات هادو من الميديوم حتى للدوبل اكس لارج اللوينات كلهم زوينين، الثمن خوتي 110 درهم فقط. عندنا هادي 130 درهم، بقاو فيها شي ثلاثه ديال البياسات مرضيه الوالدين تفوز بهم. انا عندنا الشويلي وهذا الصفر يبقى في المانكا. الفوطه راه درنا لها 100 درهم، طروا بياس فوطه ثلاثه ديال القطع ب 100 درهم، كاينه الصغيره وكاينه الميان وكاينه الكبيره اللي فيها متر ونص على 90 في العرض. اللوينات ديال الفوطه وكاليتي شي حاجه ميسره لوينتها هما، وباقي اللوان باقي اللوان السلوليه ولكن باقي في الديبو اللوان ان شاء الله بحول الله. مرحبا بكم خوتي، اكرم زازا ديما في الموعد، اللي بغى شي حاجه سكريني سكريني وصيفط الارقام اللي تنخليو. اي حاجه عجباتك صنداله صاك اي حاجه سكريني، الا حاجه اللي ما ذكرناهاش في الثمن ما ذكرناش الثمن ديالها سكرينيها وصيفط لنا حنا نكملو معاك. راه كاين الارقام هما يكملو معاك في الواتساب، يصيفطوا لك النوا سميتو اللوان ويصيفطوا لك الثمن ويصيفطوا لك كل شيء لي طاي. واللي بغى يدير كوموند حتى هو راه الارقام تنخليهم. راه كي قلت لكم كنصيفطوا جميع المدن المغربيه ابتداء فوق ثلاثه البياسات نصيفطوا لك فيما كنتي في المغرب، بشرط يكون في مدينه ماشي في شي بلاصه ما كيوصلها الترونسبور. لو مدينه راه نصيفطوا لك ماشي مشكل خوتي. ما بقى الا نودعكم، فيديو دابا ضرب 22 دقيقه، بقى الا نودعكم الموديلات اللي صورناهمش لكم وتسمحوا لنا بزاف. كي قلت لكم اللي عجبو شي موديل ودزنا حداه بحال ما هو كيسكريني، هادو الشراء رخيص هنا راه 55 55 55 كلشي هنا. مرحبا و ألف مرحبا، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.